أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الوقت الذي تنتظم فيه العملية التعليمية في حوالي 12 محافظة يمنية تديرها الحكومة الشرعية، لا تزال المدارس في أكبر وأكثر محافظات الجمهورية سكانا تشهد شللا شبه كلي نتيجة السياسة السلبية للميليشيا الانقلابية المسيطرة على تلك المحافظات. وفيما لا يزال أغلب المعلمين في هذه المحافظات متمسكون بإضرابهم بسبب انقطاع الرواتب منذ 13 شهرا، في ظل إحجام قسم كبير من أولياء الأمور عن الذهاب بأولادهم إلى المدارس لعجزهم عن دفع الإتاوات التي فرضتها الميليشيا كمجهود حربي، ناهيك عن رفضها من أن يتلقى أطفالهم منهجا ملوثا بالفكر الطائفي. في هذه الأثناء يتفاجأ الرأي العام المحلي والدولي بتلويح وزير الشباب والرياضة فيما يسمى بحكومة الإنقاذ في صنعاء بفكرة توقيف الدراسة وتجنيد الطلاب والمعلمين لحسم المعركة بحسب قوله. هذا الطرح استفز كل المتابعين للشأن اليمني حدا استدعى التعليق من اليونيسف بالقول أن مكان الأطفال هو المدارس وليس جبهات القتال، وصار عنوانا صحفيا في التايمز البريطانية ولا يزال محل سخرية واسعة من الرأي العام المحلي. في حلقة اليوم من بين قوسين نسلط الضوء على أبعاد هذا التلويح الذي احتوى بحسب مراقبين تهديدا للمعلمين وللطلاب على حد سواء وانعكاساته على مستقبل التعليم في اليمن. في البداية أرحب بضيوفي، سيكون معنا من الخرطوم الأستاذ توفيق الجبري تربوي وباحث في العلاقات العامة، ومن ماليزيا الأكاديمية نوريا محمد أستاذ مساعد بجامعة إب، ومن لندن سيكون معنا الناشط الحقوقي البراء شيبان. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الدكتور توفيق الجبري من السودان. مرحبا بك دكتور توفيق. أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين الكرام. مرحبا بك دكتور توفيق. لا شك الآن المعلمون والتعليم في اليمن يعني وضع سيء، أكثر من 13 شهر والمعلمون بلا رواتب. ربما الأدهى والأمر أن يخرج وزير الشباب والرياضة حسن زيد في حكومة الإنقلابيين في صنعاء يدعو إلى إغلاق المدارس و الاتجاه بالطلاب والمعلمين إلى جبهة القتال لحسم المعركة كما يقول، ما رأيك؟ في البداية هذا الكلام ليس وليد اليوم، هو امتداد كبير للثقافة التي نشأ عليها هذه الجماعة المتطرفة، ثقافة التجنيد والتجهيل لليمنيين. فهذا هو امتداد للإمامة الكهنوتية المتخلفة، وأعتقد أن ما يدور اليوم محاولة لتطبيق الواقع الذي كان يمر به اليمنيين من قبل الثورة وفي عهد الأئمة الذين حكموا اليمن من الهاشمية السياسية. والتجهيل لليمنيين يمر بعدة مراتب. أول شيء في هذه الأيام اعتقال المعلمين، وهذا أكثر من 2000 معلم معتقلين في سجون هذه الميليشيات، ومطاردة أيضا الكوادر التربوية ومضايقتهم وإيقاف المرتبات وسرقتها للميليشيات وللميليشيات المسلحة كجهد حربي. أيضا تغيير الكوادر التربوية بكوادر ليس لها أي علاقة بالتربية والتعليم، واستبدالهم بأناس ليس لديهم أي شهادة. إذا كان يا عزيزي الكريم، إذا كان أعلى مرتبة في وزارة التربية والتعليم في قمة الهرم التربوي وزير التربية والتعليم وهو ليس لديه أي مؤهل علمي غير شهادة ثانوية إن صحت، إن كان ذلك صحيحا، وإلا فهو لا يحمل، تشبع من أبيه ثقافة العنف والكراهية والحقد على اليمنيين. وإذا كان هذا رأس الهرم لهذه الجماعة فما بالك ببقية الأفراد. فهذه ثقافة قديمة، الثالوث الخبيث الإمامي وهو الجهل والفقر والمرض. أنا اليوم في الخرطوم يصل خلال هذا الأسبوع أكثر من 70 طالب متوجهون للدراسة إلى روسيا وإلى ألمانيا، وكلهم من الأسر المعروفة، الأسر الهاشمية، من بيت المتوكل، من بيت الشامي، من بيت أبو طالب. أبناء القبائل لهم الجبهات، لهم المتارس، يرجعون بالصناديق
إما قتلى وإما يرجعون إلى أهليهم فاقدين أقدامهم أو بترت أقدامهم وأياديهم. أما أبناء هذه السلالة وهؤلاء الحوثيين فلهم التعليم، يدرسون في أفخر الجامعات، يدرسون في الخارج، يتلقون العلوم. فسياسة التجهيل ليست إلا لليمنيين فقط، أما نعم. بقية الأسر الذي تحكم اليوم حق التعليم عند هذه الجماعة. نعم. طيب دكتور توفيق، أيضا نشرك معنا في الحديث من ماليزيا الدكتورة نوريا محمد، أستاذ مساعد بجامعة إب. مرحبا بك دكتورة نوريا. أهلا وسهلا بكم ونحييكم ونحيي المشاركين في هذه الحلقة. نعم دكتورة نوريا، ربما سابقة غير يعني مألوفة بالنسبة لليمنيين أن يظهر وزير ما يسمى بوزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلابيين بصنعاء ويدعو بشكل واضح وصريح للابتعاد عن العملية التعليمية والاتجاه إلى جبهات القتال. أنت كدكتورة وكأستاذة جامعية كيف تلقيتي هكذا دعوة من ما يعني ينصب نفسه أو ما يسمى بوزير في حكومة الانقلابيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي دعوة صاعقة من عدة محاور. نعم. أولا هي اغتيال للإنسانية في المقام الأول، لأن دعوة لتجنيد الشباب للطاقات لما تبقى لليمن من ثروة. يعد ذلك أيضا اغتيال المستقبل الذي تنتظره اليمن إلى ما بعد الحرب. إضافة إلى أن هذه الدعوة تدعو إلى استغلال المجتمع بأكمله، ليس على مستوى التعليم فقط بل أيضا على يعني مستوى الطاقة البشرية والثروة التي تعتبر في زماننا هذا هي الرصيد المتبقى. والدول المتقدمة تعد التعليم والطاقات والكوادر البشرية من معلمين ومتعلمين هي الطاقة الوحيدة التي ينظر لها، لم يعد المجتمعات الراقية والمتقدمة أن تنظر إلى الأرض إلى التراب. نعم. أرتقت هذه الشعوب إلى بدائل أخرى، فمن ينظرون إلى التراب فعيونهم هي بالكاد تنظر إلى التراب. إضافة إلى ذلك بتغيير المناهج، طمس معالم الثقافة والحضارة اليمنية، تلك الدعوة تدل على إفلاس حكومة الأمر. بالواقع هي دعوة لإنهاء الشعب اليمني بشكل جذري وسريع، دعوة أيضا لطمس الوعي، رغم أن الغياب في هذه الفترة يعني هو في غياب، بدلا عن صناعة الإدراك في أذهان الشعوب هناك من يخطط لوأد الطاقة العلمية أيضا لإنهاء العقل المتبقى الذي نأمل فيه. فقد نعم. عجز الساسة عن مواجهة يعني هذا الإرهاب النوعي من أصله. نعم. الآثار دكتورة، نعم كما أطلق ضيفنا بأنهم يدركون أن هناك أهمية للتعليم ويخططون له، وأولادهم على سبيل المثال في الداخل والخارج يعني بعيدين عن الاقتتال وعن الصراع الدائر. يجب أن يعلم الشعب اليمني بأن الحرب الدائرة هي حرب مصالح، هم الآن يبحثوا عن مصالحهم، عن الثروة والمال لا أكثر. نعم. وأيضا هي دعوة لامتداد الحرب وإلى طول مداها. نعم. على المدى المتوسط والبعيد دكتورة نوريا، كيف سينعكس سياسة التجهيل للميليشيا التي تمارسها ضد اليمنيين في المستقبل؟ طبعا هو هدر للفاقد العلمي، للفاقد الأخلاقي، للفاقد الإنساني والحضاري والحياتي، يعني لمستقبل أكثر من 25 مليون. هي أيضا خطورتها على المدى البعيد، طبعا ذلك سيؤدي إلى انحدار القيمة الاحتياطية لما تبقى لنا نحن كإنسانيين وننظر لنا العالم على أننا أصحاب حضارات بعيدة المدى وعميقة. طبعا هذا أيضا يؤدي إلى نعم. طيب
طيب دكتورة نوريا، أعود إلى السودان مع الدكتور توفيق الجبري. دكتور توفيق الجبري، ربما البعض قرأ تصريح وزير ما يسمى بحكومة الإنقاذ في صنعاء، حكومة الإنقلابيين، بأنه تلويح بعدم صرف الرواتب إذا لم تعودوا إلى المدارس وتقومون بالتعليم وبدون رواتب وتسمعوا أوامرنا، ستكون لدينا الخطوة الأخرى وهي إرغامكم على التوجه أنتم وطلاب إلى الجبهات. ما رأيك أنت؟ الكلام يعني التحليل تحليل صحيح. حسن زيد هذا يحاول أن يوجه أبناء اليمنيين إلى المعارك ليعودوا قتلى، بينما أبناءه واحد من هؤلاء الأبناء جعله مديرا عاما في وزارة الشباب والرياضة في أهم القطاعات في وزارة الشباب والرياضة، والابن الآخر في الولايات المتحدة الأمريكية. يا أخي، لن تنجح اليمن ولن تعود لها الاستقرار والأمن والتعليم ونعود إلى ما كنا عليه في الماضي أيام الحضارة، أيام كان اليمنيون هم أساتذة الدنيا، من نقلوا العلاقات العامة، من نقلوا الدبلوماسية الشعبية بين الشعوب، كانوا رواد التجارة وكانوا رواد الزراعة وكانوا يبنون الحصون ويبنون السدود وكانوا معلمين في كل شيء. ألا تعلم أن اليمن في عهد العثمانيين كانت من أول الدول العربية التي كان لديها كلية العلوم الإدارية؟ ألا تعلم أخي الكريم أن اليمن هم كانوا رواد للصحافة، أول صحيفة أنشئت في صنعاء باسم صنعاء عام 1875، ثم تلاها صحيفة أخرى عام 1876. كانوا رواد في العلم، رواد في التعليم، رواد في الصحافة، رواد في بناء السدود، رواد في المشاريع الزراعية، وكانوا يعني نماذج وأساتذة الدنيا. حتى جاء هؤلاء الدخلاء الغرباء على المجتمع اليمني فحولوا اليمنيين إلى جهلة، حرموهم من التعليم، قتلوهم، شردوهم، دمروا ما بقي لديهم مما اكتسبوه. هؤلاء لا يحملون القيم. هذا الوزير وغيره هم امتداد للكهنوتية وللإمامية، يريدون تغيير المناهج بمناهج تكرس للطائفية والسلالية والعنصرية، وتستبدل القيم الوطنية بثقافة الكراهية الدخيلة على المجتمع اليمني. وهذه الثقافة هي التي تكرس العبودية والاستبداد والسمع والطاعة للولي الفقيه. حولوا المدارس يا أخي إلى سكنات عسكرية ومخازن للسلاح وأماكن للتدريب للميليشيات الإرهابية. أغلقوا الكثير من المدارس والجامعات لأنها لا تتبنى مشاريع الولي الفقيه. اليوم يتعلمون في أرقى الجامعات بينما أبناء القبائل يتوجهون إلى الجبهات. لو كان صادقا حسن زيد لكانوا أولاده في مقدمة الجبهات حتى يقتنع اليمنيين أنه يدافع عن اليمن، لكن للأسف الشديد هم يدافعون كما أسلفت الدكتورة، يدافعون عن مصالحهم، يدافعون عما اكتسبوه في فترة الانقلاب من جمع للأموال ومن استثمارات ومن شراء للفلل والأراضي وغيرها. يريدون طمس الهوية اليمنية كامل وتصبح اليمن بيد فرد معين يديرها من داخل الكهوف في صعدة. نعم. لا يريدون لمؤسسة الدولة أن تشتغل. طيب. لا يريدون لليمن أن يظهر بمظهر راقي، مظهر التعلم، مظهر الرجل الذي يفهم كيف يسير أمور الدولة، لكنهم للأسف الشديد كانوا نماذج في السرقة، نماذج في الدمار للنسيج الاجتماعي اليمني. حتى الآن يا أخي منظمة اليونسكو تهدد أن الشهادة الثانوية لليمنيين قد تلغى في الجامعات في الخارج. عندما يريد اليمني أن يذهب إلى الخارج ليلتحق بإحدى الجامعات تكون الشهادة مرفوضة تماما، لأنها لم تقم بمعايير تعليمية تربوية علمية كما في العالم. نحن اليوم نرجع إلى الوراء، نحن اليوم نعود لمئات السنين. لا بد أن نتكاتف جميعا وأن ننبذ كل الخلافات وأن نكون يدا واحدة. طيب. من أجل القضاء على هذه الميليشيات المتطرفة الإرهابية التي تحاول طمس هويتنا وتحاول أيضا إعادتنا للوراء وتكتسب. طيب. أموالا غير مشروعة. نعم. من أموالنا. وهذا. نعم. ما نريده. نعم دكتور توفيق، لا شك أن الميليشيا ربما هو مشروعها واضح، هو تجهيل اليمنيين، ضرب العملية التعليمية، لكن إذا تحدثنا أيضا على الجانب الآخر، أنا كمعلم يعني عام وثلاثة أشهر بدون رواتب،
أنا كطالب لا توجد مدرسة تحتضني لأتعلم، أنا كولي أمر لا يوجد بيدي ما هو يعني أو ما يعني يجعلني أذهب بابني إلى مدرسة خاصة لكي يتعلم. ما الذي تبقى لي أنا كمعلم وكولي أمر وكطالب في هذه المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيا لمواجهة هذا التضليل الممنهج التي تمارس الميليشيا من أجل تجهيل اليمنيين وضرب العملية التعليمية برمتها؟ أنا أعتقد فعلا أن هذه أن لم يبقى للمعلم أو لولي الأمر أو للطالب شيء. المعلم يا أخي اليوم يعتقل، أكثر من 2000 معلم معتقل، من بقي من المعلمين يتم مطاردتهم ويستبدلوا بمعلمين تلقوا بعض الدروس في الضاحية الجنوبية من لبنان وفي قم في إيران، ويريدون أن يلقنوا أبناءنا أشياء لم نعرفها لا نحن ولا آباءنا ولا حتى تصلح لأن تكون في هذا العصر عصر التطور والنهضة. اليوم المعلم يطارد، يتم يعني مصادرة راتبة الآن أكثر من سنة وثلاثة أشهر والمعلم ليس لديه أي مرتب، وإن قام بمطالبة المطالبة بالمرتب يا التهمة جاهزة، هذا عميل للعدوان وهذا داعشي وهذا وهذا وهذا، ويلقون عليها التهم. بالنسبة لولي للطالب، الطالب اليوم لا يستطيع الذهاب إلى المدرسة، فحينما يذهب إلى المدرسة قد يعتقل ويأخذوه إلى جبهات القتال، وكلما ذهب إلى المدرسة وجدها إما مخازن للسلاح وإما مكان للتدريب للميليشيات المسلحة، وولي الأمر كذلك يخاف على ابنه لأنه أصبح إذا ذهب إلى المدرسة ووجد مدرسة من 20 أو من 30 مدرسة شغالة وبقية المدارس مغلقة، فإذا حالف الطالب الحظ أن يدخل هذه المدرسة التي فيها يعني تدريس، إما يخاف عن ابنه أن أنه يتلقى أمور وأن يتلقى من أشياء غير الذي كانوا يألفونها، لا يتلقون مثلا علوم الرياضيات ولا الفيزياء ولا الكيمياء ولا غيرها، وإنما يتلقون من ملازم حسين الحوثي ومن القزعبلات الذين يعيشون عليها. فولي الأمر خايف على ابنه إما من غسل الأدمغة التي يقوم بها الحوثي أو أنهم يقومون باختطاف ابنه ويذهبون به إلى جبهات القتال، والطالب لا يعرف إلى أين يتجه، والمدرس لا يوجد لديه راتب ما يعول به أولاده. فنحن أمام مشكلة استطاعوا أن يضربوا التعليم في العمق، وهو إرهاب المدرس واختطافه وإيقاف راتبه وتغيير المناهج على أسس طائفية عنصرية سلالية، وكذلك اختطاف الطلاب والذهاب بهم إلى جبهات القتال. طيب، فنحن أمام مشكلة حويصة الحقيقة. طيب دكتور توفيق تكرم بالبقاء معي وأيضا الدكتورة نوريا. سنذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة آراء المواطنين. أخذنا عينة عن تلويح الميليشيا بتعطيل الدراسة وتجنيد الطلاب وعدم صرف رواتب المعلمين، ومن ثم نكمل النقاش. الدعوة إلى الطلاب إلى إقفال المدارس وإلى توقيف العام الدراسي وزج بالأولادنا الطلاب إلى جبهات القتال إلى محارق القتال، هذه جريمة حرب يعاقب عليها ضمن القانون طبقا للقانون الدولي الإنساني. الميليشيات الانقلابية الآن تستهدف الحاضر، تستهدف المستقبل، تستهدف الجيل، تستهدف العقل اليمني. هناك عملية ممنهجة لعودة إلى بيت الطاعة، إلى حياة العبودية لهذه السلالة التي مارست جرائم كثيرة بحق شعبنا. هذا حسن زيد كلامه هذا مجهول مجنون تمام، على أن يخرج أطفالنا وأطلق طلابنا إلى المحارق، أحد بيصدقه إلا إذا كان مغفل من جيزه، يعني مغفلين من جيزه، فهذا شيء خطير جدا على المغفلين الذي يستمعوا من نعم هذا الشخص مجنون يخرج أبناءنا إلى المحرقة. والله يا أخي بالنسبة لهذا الشيء هو بدع الفشل وبدع الهزيمة، يعني من جهة الإنقلابيين بدعوا بالفشل حتى أنهم أغلقوا المدارس والجامعات ويريدوا يزجوا أبناء الناس لجبهات القتال. يعني هذا إن شاء الله بداية نصر المقاومة الشعبية وأبناء الجيش الوطني، يعني هذا أول بشرة، وثانيا الآباء الذين يسعون إلى خلف هذا وإلى كلامه والذين يزج ابنه في الجبهات وإلى القتال، والله أنا أنصح أقول له يا أخي عود رشدك. الإنقلابيين يعني حاجة خطيرة، هو السم هذا ومستنقع اليمنيين من السخرية بالشعب. إحنا نريد يعني إيقاف الحرب، نريد تعليم، نريد يعني الجيل يعني لا يحمل سلاح، يريد جيل يحمل قلم يحمل إنسانية. هم أصلاً أول ما جاءوا واحتلوا المدن وانقلبوا على الدولة اتخذوا من المدارس سكنات عسكرية،
قبل أن يغلقوها، فما هذا القرار ليس بغريبا عنهم أصلا، وهم هدفهم أصلا إلغاء حاجة اسمها تعليم، تجهيل الناس، إرسال الناس إلى الجبهات خدمة لأهدافهم وتحقيق لغاياتهم. سمع بأن هناك مقترح من مسؤولي الحوثيين بأن توقف الدراسة لهذا العام ويجبر المدرسين والطلاب على الالتحاق بجبهات القتال التي يقاتلون فيها، وهذا يعني بأن العملية التعليمية في اليمن على خطر عظيم، ونحن ننادي منظمة اليونيسف التي هي مسؤولة عن التعليم أن ترى في هذا الأمر وأن تقوم برفعه إلى المحافل الدولية لمعالجة هذا الوضع. نحن الحمد لله هنا مستمرين بعملية التعليم اللي نمثل الحكومة الشرعية ممثلة بالأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية. أما بالنسبة لما صدر من قبل حكومة الانقلاب الممثلة بحسن زيد حول تحويل الشباب والطلاب إلى جبهة العدوان حسب ما يقول، فهذا إنما يدل على أن الحوثي يريد أن يكون التعليم في اليمن لا وجود له، فإنما يدل على أساس إعادة الشعب اليمني إلى الجهل والتخلف. في نفس الوقت نحن هنا مصممين على استمرار العملية التعليمية بأي شكل من الأشكال مهما كلف الأمر. أعتقد أن الكل سمع تصريحات وزير الانقلابيين حسن زيد وزير الرياضة، والذي أعتقد أنه ليس له علاقة بالتربية أو التعليم أو الرياضة، تصريحه الذي أثار كثير من الجدل وكثير من السخرية وكثير من الاستهجان بسبب ما قاله، لأنه لا يمكن لأي إنسان عاقل، لأي إنسان يكون مسؤول في دولة حسب قولهم أنهم دولة، ويصرح بهذا التصريح بأنه يوقف التعليم ويرسل الطلاب ويرسل المعلمين إلى الجبهات من أجل الحرب أو من أجل الموت. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذا تابعنا ربما عينة من سخط و بعض المواطنين الذين أخذنا آراءهم حول تصريح ما يسمى بحكومة الانقلابيين في صنعاء ودعوة اليمنيين إلى الالتحاق بالجبهات وترك التعليم. أعود إلى ماليزيا مع الدكتورة نوريا. دكتورة نوريا، لا شك أن شعوبا كثر مرت بهكذا ظروف بعمليات ممنهجة سواء في التعليم أو ما شابه ذلك، من دراسة يعني تربوية متخصصة وجامعية أيضا، أنت أستاذة جامعة، ما هي الأسس والأطر التي على ضوئها يعني يتمسك بها اليمنيون من أجل الحفاظ على أقل يعني ما هو ممكن من العملية التعليمية والحفاظ عليها وعدم انجرافها وانقراضها بالصورة التي تريدها ميليشيا الحوثي والمخلوع في صنعاء وبقية المحافظات المسيطرة عليها؟ العالم اليوم ينظر للتعليم كعماد رئيس للثروة والرأسمال البشري والطاقة المحركة للحياة. نعم. والشعب اليمني بأكمله يدرك أهمية هذه النقطة. الشعب اليمني مسلح في العلم، ليس بسيطا حتى على مستوى الناس الذين لا يمتلكون شهادات. صح رغم الحرب ورغم الظروف القاهرة التي يعني حالت دون مواصلة التعليم خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أنه لابد أن يتحرك الجميع ابتداء من أولياء أمور إلى طلبة إلى طلبة الجامعات إلى الأكاديميين وكل أفراد المجتمع للبحث عن حلول أكثر من الحديث حولها كظاهرة وضياع الوقت. بالمقام الأول يجب أن توضع خطط لأولياء الأمور لتبني مشروع التعليم في البيت، خاصة بعد منهجة التعليم وتغيير المناهج وضياع الفكرة العلمية في أيديولوجيات ما أراد الله بها من سلطان. يجب أن يدرك المجتمع اليمني على المستوى الفردي وعلى مستوى المؤسسات وعلى رأس الجميع الشرعية التي أيضا أغفلت هذه النقطة وأغفلت هذه الثروة في كونها هي المسؤولة أيضا والتي تتحمل المسؤولية أمام الله
قبل وبعد ما يحدث في اليمن، لا من حيث صرف المرتبات ولا من حيث وضع الخطط المعالجاتية. أصبح الآن العالم مفتوح، بالإمكان عبر الإنترنت أن يتعلم أولادنا، أن تعد بعض الكورسات على المستوى البسيط وعلى المستوى العام، سواء في التعليم العام أو في التعليم الجامعي. هناك بدائل ومعززات، لم تعد المدرسة هي الحقل الوحيد الذي ممكن يتلقي من خلاله المتعلمين. أعتقد أن أهم نقطة على الإطلاق أن يعي أولياء الأمور والمعلمين أن يعني زج أبنائنا إلى الصراع أو إلى الاحتراب، فإنه مشارك في قتل ابنه ومشارك في قتل غيره ومشارك في دمار اليمن وثروته البشرية القادمة. إضافة إلى ذلك توقف الدراسة بالنسبة للوضع الحالي، أقول أنا تتوقف الدراسة خيرا من أن يذهب طالب ليتعكر فكره وتدمر الرؤية، رؤية السلام ورؤية الحقيقة ورؤية العلم ورؤية الحداثة التي يعني العالم يتحرك من أجلها. هناك حلول كثيرة بالإمكان الأكاديميين والتربويين والحقوقيين أن نعتكف في المقام الأول، أولا على الضغط على منظمات المجتمع الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي لا تستطيع إلا أن تزج لنا بالتقارير اليومية والشهرية والأسبوعية دون أن تحرك ساكن في من أجل حماية الطفولة وحماية الحقوق الأطفال، حقوقهم الإنسانية والتعليمية، حقوقهم في الحفاظ من الهدر في الحرب. وهذا حق ليس على المستوى اليمني فقط، تتحمل منظمة المجتمع المدني العامة الدولية والمحلية، كذلك يتحمل أولياء الأمور. هناك كثير من الخطط بالإمكان أن نحن نتفاديها في عدم الزج بهم إلى هذا المستنقع الأسود الذي بإمكانه أن يدمر اليمن الدمار الحقيقي. شكرا جزيلا لك. نعم دكتورة نوريا، وضحت العديد من النقاط التي وقفت عليها وهي مهمة جدا. شكرا لك أستاذ مساعد بجامعة إب دكتورة نوريا محمد، كنت معنا من ماليزيا. وعودة إلى الخرطوم مع الدكتور توفيق الجبري. دكتور توفيق الجبري، أيضا في المقابل الحكومة الشرعية ودورها، ربما أكثر من مرة يصرحون بأنهم سوف يرسلون رواتب المعلمين في هذه المحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيا، لكنها سرعان ما تتراجع عن هذا القرار، ويعني ترجئ ذلك لعدم التزام الميليشيا بدفع الضرائب وتوصيل الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن. هل هذه حجج كافية للحكومة الشرعية تمنعها من صرف رواتب المعلمين؟ أنا أعتقد أن هذه الحجج واهية جدا، والواجب على الحكومة الشرعية إرسال رواتب المعلمين كاملة غير منقوصة حتى يتمكن المعلم من أداء رسالته للطلاب. لكن حينما المعلم لا يوجد لديه أي راتب، ستضطر هذه الميليشيات بأن تأتي من الشارع بأناس لديهم مشبعين بفكرة سلالية عنصرية وغرسها لدى أطفالنا ولدى أبنائنا الطلاب. فالإسراع في قضية إرسال الرواتب يمنعه الجماعة من إرسال مندوبيها ومسرفيها إلى المدارس لنشر أفكارها الطائفية والعنصرية. أيضا ما نريده من الحكومة الشرعية وهو الضغط على الأمم المتحدة لإدانة ما تقوم به ميليشيات الحوثي من انتهاك لحقوق الأطفال ومن الزج بهم في معارك وهم في سن يعني دون 18 عاما. والحكومة لابد أن يتحرك، وزير الخارجية لابد أن يتحرك إلى المنظمات الدولية إلى الأمم المتحدة والضغط عليها أن لتقوم بإدانة ما يقوم به الحوثي من تجنيد للأطفال ومن قتل ما لدينا من ثروة بشرية هائلة التي نأمل أن هذا الجيل هو الذي سيبني اليمن الجديد، اليمن الاتحادي. أما إذا قعدت هذه الحكومة الشرعية وتركت المجال أمام المنظمات التابعة للميليشيات الحوثية
والتي تحاول تحسين الوجه القبيح لهذه الميليشيات، فإن الجو سيكون أمامهم متاح. فالواجب على الحكومة أن تتنبه لهذه الأشياء، وأنها حكومة مستأمنة على هذا الجيل، ولا بد عليها أن تقوم بواجبها على أكمل وجه. نعم. طيب دكتور، في المقابل الآن ربما الكثير من مدارس التي تتبع الميليشيا مدارس خاصة بدأت تنتشر في صنعاء وفي معظم المحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيا، وربما لديهم مناهج تعليمية كما تحدثت من منطلق ملازم حسين الحوثي وما شابه ذلك. أيضا المعلمين الآن في هذه المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيا، كيف يمكن لهم، هل الإضراب هو كافي أم يجب عليهم أيضا التصعيد أكثر؟ شهدنا في الأسبوع الماضي المعلمات خرجنا بوقفات احتجاجية بمظاهرات في شوارع صنعاء، وربما كانت رسالة قوية واستطاعوا من خلالها على الأقل إيصال معاناتهم للجميع وللخارج. طبعا فعلا ظهرت هذه الظاهرة وقضية انتشار المدارس الخاصة التابعة لهذه الميليشيات وإنشاء بعض الجامعات، والحقيقة أن أي طالب سيدرس في هذه المدارس أو في هذه الجامعة سيخرج ليس له أي قيمة في المجتمع، لأنه لم يتعلم العلوم الصحيحة التي تبنى على أسس علمية وليس على أسس خرافة وأسس طائفية وأشياء ما عرفناها عبارة عن خرافة وغيرها من ما استدل به من ملازم بدر الدين الحوثي أو ابنه أو الهالك يحيى بن الحسين وغير من هؤلاء الأئمة الهالكين الذين دمروا اليمن. فنحن نشد على أيدي المعلمين. المعلمين اليوم هم يعني يمشون في الطريق الصحيح لقضية النضال السلمي ضد هذه الميليشيات. من حقهم أن يخرجوا، ومن حقهم أن يضربوا عن أعمالهم، ومن حقهم أن يطالبوا برواتبهم، وأن لا يدرسوا حتى يعني تلتزم هذه الميليشيات أيضا بدفع الرواتب، لأنها كثير من الإيرادات لا زالت لديها أيضا. نعم. طيب دكتور توفيق، اسمح لي أيضا والمشاهد الكريم أن نذهب الآن لمتابعة مادة معلوماتية أعدها الزميل وديع عطا عن ملشنة التعليم وأصداء المقترح الحوثي بتوقيف الدراسة، تجنيد الطلاب والمعلمين، ومن ثم نكمل هذه الحلقة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونرحب بضيفنا انضم إلينا الآن من لندن الناشط الحقوقي الأستاذ البراء شيبان. مساء الخير أستاذ براء. نور، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك أستاذ براء. أنتم يعني إذا تحدثنا من جانب حقوقي ونظرة حقوقية، التوصيف القانوني لمثل هكذا دعوات من ما يسمى بوزير في حكومة الانقلابيين في صنعاء للدعوة لترك التعليم والتوجه لجبهات القتال؟ طبعا أعتقد يعني أولا هي دعوة تحريض مباشرة واضحة. لو كان هناك أي قانون بسيط الآن مطبق داخل اليمن كان يجب أن يحال القضاء مباشرة. كون أن هناك
شخصية سياسية، كون تفضل أنها تكون تدعي أنها تحمل منصب حكومي، تدعو بشكل واضح إلى تجنيد الطلاب وترك المدارس والذهاب إلى جبهات القتال. أعتقد هذا بحد ذاته يعني يمثل يعني أبرز نماذج انتحاكات ضد الطفولة. يعني اليمن وقعت يعني مرت بمراحل طويلة كانت قبل الانقلاب، مرت بمراحل أولا أنها صادقت على الاتفاقية الدولية للطفولة، ثم مضت بخطوات كبيرة نحو إنهاء التجنيد، وكان آخرها حكومة الوفاق الوطني عندما وقعت على المرسوم الأمم المتحدة الذي يحظر التجنيد في كل الأجهزة العسكرية لمن هم ما دون السن 18، وكان آخرها في العام 2014. وللأسف تم تقويض كل هذه العملية بمجرد دخول الحوثيين العاصمة صنعاء. وتصريح حسن زيد هو تجسيد لنموذج مشاهد أمامنا، يعني كان الواقع يحكي أنهم يجندوا الأطفال، ولكن التصريح جاء فقط تأكيد لواقع كان موجود أساسا. نعم. طيب براء، أيضا ربما هناك أيضا نقطة مهمة، كما تحدث الآن لا توجد دولة على الأقل في هذه المناطق التي تخضع لسيطرة الإنقلابيين، ولا توجد نيابة عامة تحاكم مثل هكذا تصريح ودعوة لتنتهك الطفولة، لكن في المقابل أيضا المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن على وجه التحديد مثلا اليونيسف أو حتى المنظمات المحلية التي تعمل بهذا الصدد، ألا يمكن لها تقديم دعوة للأمم المتحدة لمجلس الأمن بإدانة هكذا تصرف ومحاسبة مثل هكذا تصريحات يعني تنتهك الطفولة دون مراعاة للخصوصية التي تتسم بها الطفولة وما يجب أن تقدم لها؟ طبعا نحن قد التقينا مع كثير من المسؤولين الأمميين فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا، خصوصا نعم. كيف يتعاطوا مع جماعة الحوثي كونها جماعة يعني غير شرعية. الميليشيات هي بطبيعتها هي عكس الدولة، هي نموذج بطبيعته لا يلتزم بالقانون، لا الوطني ولا الدولي. وللأسف آليات الأمم المتحدة لا تستطيع التعامل معها إلى هذه اللحظة على الأقل إلى الآن، رغم أن في مرسوم الأمم المتحدة يعني يقولوا أنهم حتى الميليشيات يجب أن تخضع لنفس القوانين وتحاسب بنفس الآلية، ولكن الآليات لم تطور بالدرجة التي تسمح بالتعاطي مثل يعني مع هكذا تحدي. ولكن المهم في هذه المرحلة أن يتم مثلا الضغط عن طريق المدرسة الأممي. يجب التذكير أنه مثلا حسن زيد بالإمكان إبلاغ الجهات المعنية في الأمم المتحدة، مثلا فريق لجنة الخبراء، أن هناك دعوة صريحة من شخصية مسؤولة في جماعة الحوثي قامت أطلقت مثل هذا التصريح. ممكن الضغط عبر وسائل أنه تدعي فريق الخبراء بتسمية هؤلاء المنتهكين لحق الطفولة بتسميتهم في تقريرهم القادم. هناك وسائل متعددة، ولكن طبعا يبقى الأهم والمسؤولية الكبرى يجب أن تعود الدولة. يعني كل هذه الظواهر التي نشاهدها هي يعني نتاج لسبب المشكلة العام للانقلاب. نعم. 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 نعم أستاذ براء، أيضا أنت يعني ربما تابعت ربما ردود الأفعال وأيضا الصحافة الأوروبية على وجه التحديد مثلا الجارديان البريطانية تحدثت على الموضوع ويعني بصورة واضحة أن وزير يمني يحث على إغلاق المدارس وإرسال الأطفال إلى جبهات القتال، أيضا اليونيسف عبرت عن قلقها من ذلك، هل هذه الآراء وردود الأفعال كافية؟ يعني هي كافية بطريقة أنها ما زالت يعني ما زلنا نحن للأسف نعاني إلى هذه اللحظة أنه يجي يعني في تسليط الضوء عن ما حدث داخل اليمن. لا زال كان الكثير من الأطراف ينظروا إلى جماعة الحوثي بطريقة يعني حالمة إلى حد ما، ويعتقدوا أن فقط الإشكالية إشكالية أن هناك مثل ما دائما يوصفوا أن هناك مشكلة تهميش تاريخية حصلت لأبناء محافظة صعدة والمعارف
المناطق المجاورة لها استغلتها جماعة الحوثي، وأنهم بمجرد التعاطي معها بنوع من الجدية وعدم التهميش ربما حل الإشكالية. ولكن هذا التصريح جعل البعض فقط أن يدرك أن هناك واقع أكثر كارثية، وأن المسألة تتعدى فقط مسألة أن هناك تجنيد يعني يتم بطريقة عشوائية أو ليس هناك إدراك، بل العملية مرتبة ومنظمة وتتم بطريقة يعني طريقة الانتهاك انتهاك منظم إذا صح التعبير. نعم. ويعبر عليه من أعلى سلم الجماعة الحوثية إلى أسفلها، وسواء كان الجناح داخل الحركة سياسي أو عسكري هم يعني يتوجهوا بنفس التفكير بنفس التوجه بنفس الخطاب. أشكرك جزيل الشكر الناشط الحقوقي الأستاذ البراء شيبان، كنت معنا من لندن. وأعود للدكتور توفيق الجبري من الخرطوم. دكتور توفيق، إذن الآن الواجب الآن على اليمنيين بمختلف أطيابهم، الواجب عليهم الآن من أجل مواجهة وصد هذه الجائحة التي يعني تحاول أن يعني أن تنال من العملية التعليمية بصورة واضحة، ما الذي ممكن يعني ويجب عليهم أن يسارعوا في عمله من أجل مواجهة هكذا يعني عمل ممنهج ضد التعليم في اليمن؟ الواجب الحقيقة هناك واجب جماعي وواجب فردي. الواجب الجماعي هو واجب الدولة والحكومة الشرعية، وواجبها يتمثل في الإسراع في القضاء على الانقلاب، لأن إنهاء الانقلاب والقضاء عليه معناه عودة التعليم، عودة الطلاب إلى المدارس، عودة المعلمين إلى مدارسهم، معناها الخروج من ظلمات الحوثي إلى نور الجمهورية. هذا واجب الدولة، نحن نشد على يد الدولة، وأن هذا الجيل أمانة في أعناقنا جميعا. فإذا لم تتحرك الدولة والتحالف العربي لإنهاء الانقلاب، فمعنى ذلك أن الجهل سيستمر، الفقر سيستمر، المرض سينتشر. هذا ما يريده الإمامة الكهنوتية. فنحن نطالب أولا قضية الدولة، واجب عليها إنهاء الانقلاب. أما الواجب الفردي فهو يتمثل بالمواطنين. المواطنين لابد أن كل أب وكل أم أن يوعوا أبنائهم بقضية الهوية اليمنية، وبقضية ما تقوله هذه الجماعة المتطرفة الإرهابية. فنحن نشد على يد الدولة ونشد على يد المواطنين، حتى المواطنين الذين هم في سلطة الأمر الواقع في محافظات الاحتلال التي تحتلها ميليشيات الحوثي وعصابة صالح، لهم الحق أن يمنعوا أبنائهم من الذهاب إلى المدارس، لأن الذهاب إلى المدارس معناها يعني غرس أفكار طائفية عنصرية. نعم. نزع الهوية الوطنية، نزع القيم الوطنية، فهذا هو أقل واجب. نعم. ونشد أيضا على يد المعلمين ألا يذهبوا إلى التدريس مهما واجهتهم التحديات، مهما واجهتهم خلق هذه الميليشيات المتطرفة الإرهابية، الحق معهم وسينتصرون بفضل الله. أشكرك جزيل الشكر التربوي والباحث في العلاقات العامة الدكتور توفيق الجبري، كنت معنا من الخرطوم. مشاهدينا الكرام، لم يبقى في ختام الحلقة إلا أن نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة، ونبدأ مع صديق البرنامج الأخ أو الأستاذ خالد الرويشان يعلق بالقول. أخذنا بعض التعليقات من صفحات الأستاذ خالد الرويشان. قال الانقلابي وزير الشباب يقترح موت الشباب وموت الطلبة والمدرسين أيضا في الجبهات، إلى هذه الدرجة تحب اليمنيين؟ توقف التعليم وترفد الجبهات، أوقف الله قلبك ورفدك إلى جهنم. عجزتم عن مرتبات المدرسين وهم 300,000 مدرس، فكيف لو تم تجنيد ملايين الطلبة من اليمنيين؟ الأستاذ خالد الرويشان تعليقا على تصريح وزير الشباب الانقلابي حسن زيد. أيضا الأخ زكريا الغندري يعلق الزواج والأعراس وشهر العسل لعيالهم وعيال اليمنيين للجبهات، تصريحات حسن زيد معناها أن الحوثيين هم خلف تعطيل العملية التعليمية بهدف تعزيز الجبهات بالمدرسين والطلاب بدلا من الدراسة. أيضا الحوثي السقاف قبل أيام قال للمدرسات يروحين عند سلمان يصرف لهن مرتبات، وحسن زيد وجه المدرسين والطلاب بالتوجه إلى الجبهات. الكلام واضح، يموت الجميع ليحيا المبردقين. زكريا الغندري. رأي آخر أيضا
الأخ أو الأخت فكريا الحبيشي تعلق، هو قصده على حل اقتصادي برضه، ما قدروش يدفعوا مرتبات يقوموا يقتلوا الذين يطالبوا بها، عقلية فذة في إدارة الشر والموت، عدة عصافير بضربة واحدة، يخلصوا من الطلاب الذين يشتوا دراسة والمعلم الذي يشتي راتب، ويخلوا لهم وجه اليمن من كل اليمنيين. الأخت فكريا شحرة، نختم بهذا الرأي، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. في ختام هذه الحلقة شكراً لضيوفي الأكارم الدكتور توفيق الجبري، تربوي وباحث في العلاقات الدولية، والشكر أيضاً للأستاذ مساعد بجامعة إب الدكتورة نوريا محمد، وكذلك للناشط الحقوقي البراء شيبان. ختام الحلقة أيضاً تخبلوا تحايا الزملاء في الإعداد والإنتاج، الزميل وديع عطا والزميلة إلهام عامر، وحتى الملتقى بحلقة جديدة من بين قوسين. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.